اللايك كيعاونني بزاف باش نستمر. دير شي فيديو اللي تعطينا فيه الاخطاء اللي نتجنبوها في الفرد. اوكي، يكون هذا هو الفيديو الاول، ندوي على واحد الخطا. دونك تابونا في القناه ودير الجرس نتلقى امور الاعلان. وقبل ما نبدا هذا الفيديو، اي واحد عنده اولى باك علمي، عنده سيزيام علمي او لا باك حر علمي، كنصحو يشري هذا الكورس هذا اللي غادي يسهل عليه الماده ديال الاجتماعيات وتولي ساهله ويجيب فيها نقاطات في الفروض وفي الجهوي. اغتنموا الفرصه في هذا العرض هذا، غيسهل عليكم الماده كامله. اللي بغاه يتواصل مع الرقم هذا ولا الرابط اللي كاين لتحت. بغيت ندوي على هذا الخطا اخويا الغزال، اللي هو انك ملي كتدوز الفرد او لا كتدوز اي فرد، كتمشي وكتبقى يعني ملي كتخرج من القسم كتبقى تصنت للناس كيفاش كتهضر على الفرد، كيفاش داز، فمن موراه كتبقى تكتشف شي حوايج اللي نسيتيهم ولا ما درتيهمش، وكتبقى مخربق بداك الفرد، فهاد الشيء كيأثر عليك في الفروض الاخرى. دونك كنصيحه او لا كامر، ما كنعطيش انا يعني كنصيحه ولا، انا نعطيك كامر من يعني التجارب وتجربتي نيت. ملي تخرج من الفرد سير لداركم صافي، ما تبقاش جالس حداهم نهائيا، حدا شي واحد تيقول لك ها شحال خرجت ليا، ها شنو درت، ها شنو ما درتش، ما تبقاش صافي. عوج ان فوا تخرج، عوج لداركم باش الدماغ ديالك يكون مرتاح وتكون ما تكونش مستريسي في الفروض اللي غتجي من بعد. بليز، حتى الا كنتي ما درتيش شي حاجه ولا نسيتي شي حاجه، هادشي ما ياثرش عليك وما ياثرش على التركيز ديالك في الفروض اللي جايين من بعد. هادي بغيت نحطها، هذا هو من بين اكثر الاخطاء اللي لاحظتهم وغتكون انت تلاحظ راسك كديرهم. دونك هذا هو الخطا اللي ندوي عليه في هذا الفيديو واللي دويت عليه، اللي هو انك ملي تخرج تمشي تتبقى تشوف الناس شنو داروا في الامتحان وهادي. دونك حاول انك تتفادى هذا الخطا، بليز تفادى هذا الخطا باش تكون مركز في الفروض اللي جايين من مور هذاك الفرد اللي دوزتي، وتمشي اليز يعني تحط ديك المعرفه ديالك كامله، ما تبقاش تسها يعني ما تسهاش في داك الامتحان على الامتحان اللي داز وما حطيتيش فيه السؤال الفلان فلاني. ملي تخرج سير لداركم، هذا هو اللي كاين في الفيديو. واللي بغى يفولويني في الانستغرام، اللي بغى يفولويني مرحبا به، بغى يسول شي سؤال نقدر نحطه في فيديو ولا شي حاجه. نتلاقاو في الفيديو الجاي، الى اللقاء.